السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا أيها الأحباب الكرام، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. نبدأ أول مكالمة من إقليم الفقيه بن صالح مع أخينا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عمي الحاج طيب قريبان. أهلا وسهلا بك مولاي. الله يجازيك بخير عمي الطيب. يا مرحبا. الله يبارك فيك عمي الطيب. بيتك الدائم يا رانا مريض لسبع سنوات تقريبا بالمس والاكتئاب والوسواس، وبغيت خوتي المغاربة كاملين يقولوا امين. وسي اسمح لي يا مولاي، اسمح لي نتعرف عليك اكثر، شحال العمر ديالك؟ 34 سنة وطالع في 35. ما شاء الله. دابا انت قلتي واحد الكلام، عندك المس وعندك الاكتئاب وعندك يعني دخلتي الامراض الروحيه مع الامراض النفسيه، واش عندك مرض مركب من كل هذه الامور؟ ما فهمتكش يا عمي الطيب. الا سمحتي لي، اشنو من الاعراض اللي كيظهروا عليك السي يوسف؟ اش كيوقع لك مولاي؟ باش كتشعر؟ صحتي ديما طايحه، ديما ساده ليا في الغرفه، ما تنبغيش نتكلم مع العائله على كل شيء. الماكلة تقريبا تسد لي الشهية 4 أيام 5 أيام ما ناكلش. لا إله إلا الله. وشنو هي الأسباب اللي خلتك سي يوسف تكون هكذا؟ في الأول كنت شاب الحمد لله غزال، كنت رياضي، كنت اجتماعي، وكنت مقبل على الحياة. أش وقع لك حتى تحولتي من الحالة الصحية السليمة إلى هذه الحالة المرضية؟ أش وقع لك؟ واش وقع لك شي عنف؟ واش وقع لك شي ضغط؟ واش شي صدمة؟ ما عرفش. مهمة تلقيت راسي في هذه الحالة. لا إله إلا الله. الله يشفيك مولاي. نشوف رؤى مزعجة فسميتو وحياتي تقلبات. الله يحفظك ويرحمك مولاي. والخمول وكنصلي وشي حاجة كتخليني ما نصليش، وإلا مشيت بغي نتوضى فكنبغي عام تنشغل ما تيجيني الخي. يوسف سبق لك تعرفت على شي فتاة باش بغرض الزواج؟ كانت عندك شي تجربة عاطفية ربما صارت فاشلة؟ بالفعل كنت متزوج وعندي جوج أولاد، وهذوك جوج أولاد ما تنفكرش فيهم، ما كنشوفش فيهم، ما عرفش. لا إله إلا الله. الله يحفظك مولاي. الله يحفظك مولاي. آمين. لا إله إلا الله. على كل حال حياتي تقلبات. 12 سنة ديال الزواج ومن بعد 7 سنوات حياتي جحيم. سمحت في كل شيء، ما بقاش عندي شي حاجه في الذاكره ديالي. التجأت الاطباء الرقات، الاطباء ما تهلك، تخرج لي الدواء ديال الاكتئاب ديال الوسواس ديال القول العصبي بزاف، وما ما لقيتش الراحه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يشفيك مولاي. الله يشفيك. الله يشفيك يا رب يا كريم. طيب راك تفاجئ علينا بعدا بهذا البرنامج وهذه الاذاعه ديالك. كنشكروك لانت لا سي سامي وكاع الطاقم المشرف. بارك الله فيك اخو يوسف. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يرعاك. الا جات على خاطرك الحاج عمي الطيب بغيت النمره ديالك. الله يجازيك بخير. بكل فرحه مولاي، ولا غناخذ النمره ديالك ان شاء الله، ناخذ الرقم ديالك ان شاء الله وغنتواصل معك السي يوسف. الله يحفظك ويرعاك اخويا سامي، غادي يحفظ هذا الفضيه به، وان شاء الله نتواصل معك فيما بعد. شكر الله لك اخويا يوسف. يوسف اخويا، كجوابا على الحاله اللي انت فيها، اول حاجه بغي نقولها لك، الدنيا كلها بما فيها من نعيم ومتع لا تستحق منا ان نصل الى هذه الحاله. ما قيمه الدنيا؟ يقول الصالحاء إياك أن تضخم الدنيا في صدرك. حتى لك يوقع في مثل هذه الأمراض النفسية أنه أعطى واحد الاعتبار أكثر من اللازم للمشاكل التي وقعت له. دائما إياك ثم إياك أن تضخم الدنيا في قلبك، إياك أن تعطيها حجما أكبر من حجمها. الدنيا هي شيء بسيط، شيء تافه، حتى إن ربنا عز وجل شبهها بأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة.
ثم لما خلقها المولى عز وجل نظر إليها نظرة وأدبر عنها، ما بقاش كيشوف في الدنيا لا تساوي شيء. المشكل ديال الأمراض النفسية وهذه الحالة اللي كيكون فيها اضطراب صاحبها أعطت الدنيا واحد الحجم أكبر، وقعت لي واحد المشكلة وبقى خازنة في قلبه وضخمها وليك يعيش معها وكينعس معها ويفيق معها أبدا. بغيتك أخويا يوسف وجميع السادة المستمعين اللي عندهم مثل هذه الحالات يستعملوا واحد المقص، ماشي مقص الرقيب، واحد المقص كيتسمى مقص كنقطع به الحبل ديال التفكير. الأحداث اللي وقعت لي أيام زمان والمشاكل اللي وقعت لي إلا كانت سعيدة وكانت تجنب إلي التفاؤل كنخليها تعيش معايا، أما إلا كانت أحداث مؤلمة وكتخلق لي دائما التوتر غنقطعها، غنقطعها بالمقص، هذاك الحبل ديال التفكير غنتخلص منه نهائيا وما غندمش. بالعكس، لأن الدنيا هي أصلا لا تساوي أي شيء، خليك هكذا كيسموه بالفرنسي، خليك كول، خليك كمنفتح، خليك مقبل على الحياة. يوسف، قلت بأن المرض اللي عندك هو المس والاكتئاب، ذكرتي مرضين مختلفين، لأن المرض النفسي الاكتئاب هو كيصيب النفس البشرية، والمس يصيب الروح. احنا كبشر عندنا الأمراض العضوية وعندنا الأمراض النفسية وعندنا الأمراض العقلية وعندنا الأمراض الروحية، فنحن مجموعة من المكونات وهي متداخلة في بعضها. أحيانا قد يكون المرض مركبا من هذا وذاك، وكيكون أثره شديد على صاحبه، صاحبه يعاني معاناة شديدة، يتألم ألما عظيما. كن متأكد أخي الفاضل أن الأمراض النفسية والروحية هي من أعقد الأمراض، حتى إن حتى الأطباء النفسيين هما كيقدموا غير مقاربات، ما كيعطوش علاج نهائي، كيعطوا غير واحد تخفيف ديال الآلام وتسكين الآلام، وكيبقى دائما غادي معك بواحد تسلسل طويل. والأمراض الروحية أيضا هي غير واضحة، تظهر وتختفي، فيها الظاهر والباطن، فكيقولوا بأن الأمراض النفسية والروحية هي من أعقد الأمراض. ولكن أهل الله كيقول لك الأمراض النفسية والروحية هي من أبسط 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 الأمراض، ممكن تخلصوا منها في لحظة، في لحظة. شنو هي هذه اللحظة؟ وهي أنني كنحمل نفسي أنني كنقلب الصفحة وأتوجه إلى خالقي وغنهز الحمل ديالي كله، الحمل اللي عندي كامل غنهزه وغنرميه على من؟ غنرميه إلى خالقي، إلى الباري عز وجل، ما نرميش على البشر. أي بشر كيفما كان شأنه فهو ضعيف وهو محتاج وهو يئن ويتألم، أي بشر، حتى ولو كان الطبيب ولو كان راق ولو كان من 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 مما كان، البشر ضعيف. أنا سأتعامل مع رب البشر، غنرمي حملي كله على الله تعالى. أسهل طريقة، حاول ديرها وتلقى بأنك كنت تحمل على ظهرك حملا ثقيلا حتى ولا ظهرك مقوس، وليتك تشوف واحد دائرة مغلقة. احرص على أنك ترمي حملك على الله. علمنا معلم البشرية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا عند النوم كل ليلة كنكون احنا محملين بالمشاكل والهموم، اش كنقول؟ كنقول وأنا متوجه إلى القبلة عند النوم: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. هذا الدعاء النبوي الشريف راه دواء عظيم وجليل وشامل وعميق للأمراض النفسية والروحية. كنقول يا رب إني وجهت وجهي إليك، توجهت إلى الخالق، وفوضت أمري إليك، كل أموري، علاقتي الزوجية، علاقتي مع الأولاد، علاقتي مع العمل، علاقتي المالية، كل شيء فوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فوض الأمر وغتلقى راسك بأنك تخلصت من الكتلة الكبيرة الثقيلة التي كنت تحمل على ظهرك، تخلص منها وتعود عادي. كذلك بغيتك أخويا يوسف في علاقتك مع زوجتك وأولادك، لا شيء يستحق الاهتمام. لماذا تدخل في الصراع مع أم الأولاد
وهي زوجتك وقد خطبتها على سنة الله ورسوله وتزوجتها بكلمة الله وعشت معها أحداث جميلة وأعطاك الله منها طفلين، حياة مرات في واحد اللحظات جميلة، واحد اللحظة وقع موقع، وقع الغيار بين الزوج والزوجة، وقعت المشاكل العائلية، كل الناس عندهم نصيب من ذلك، لا أحد هو مستثنى، حتى الأنبياء وحتى المرسلين عندهم مشاكل زوجية، حتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الرؤساء عندهم مشاكل زوجية، والفنانين والمشاهير عندهم بالفائض المشاكل الزوجية والعائلية والعاطفية، شكون اللي ما عندوش؟ لكن هناك فرق بين من يأخذ الأمور بهدوء ويأخذها بأريحية ويلتمس الأعذار للآخرين ويتجاوز عن أخطائهم ويتذكر قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويمسك الغضب وكيقول أجري على الله عوضي على الله. فرق بين من هذا منطق تفكيره وبين من يدخله الأسى والحزن وكي يغلق عليه الباب وكيبقى يعض أنامل الندم ويقول لماذا جرى هكذا ولماذا وقع هكذا. إياكم أيها الأحباب أن تقولوا لماذا جرى وكيف جرى، لا تقل كيف جرى ولا لما جرى، ولكن قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بغيتك يوسف توطن نفسك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلص من كل الأدوية، تخلص حتى في علاقتك مع الرقات، خلي علاقتك مع الله عز وجل. هذه الليلة هذه بغيتك يوسف أنك من اللي نسالي البرنامج غتوضى وغتصلي ركعتين وغتسجد لله عز وجل، قل يا رب إني فوت الأمر كله إليك، أنت خالقي أنت رازقي والأمر كله بين يديك، اللهم يا رب العالمين ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأنا الآن بين يديك ضعيف وأنا الآن بين يديك مريض وسقيم وعليل، ألتمس منك العطاء وهكذا أدعو الله كثيرا، سوف ترى العجب، هناك المدد 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 من عند الرحمن سبحانه وتعالى. أخي يوسف حاول أنك تربط العلاقة مع الزوجة من جديد وقل في سبيل الله، في سبيل الله، وخا أنت مظلوم وخا تمست الكرامة ديالك وخا ضعت في رزقك، قل خليها في سبيل الله، خليها في سبيل، أطرق بابها. أولادك الصغار محتاجين إليك، تعانقهم وينامون في حضنك ويشعرون بدفئك. يا أخي يوسف هذه الدنيا كلها أش كتسوى؟ راه قصيرة، راه قصيرة بحال ربيع، فصل الربيع سرعان ما تنتهي، غدوز واحد الفترة زمنية وغتفكر يوسف وغتقول كم كنت أحمقا وأبلها ملي كبرت المشكلة وجعلتها عظيمة وخلتني هكذا مريض وسقيم، وليت كندور بالأطباء والرقاة وسد علي الباب والناس كيعيشوا الحياة، الناس راه مشاو في العطلة الصيفية سافروا واستمتعوا مع الزوجات ديالهم ووليداتهم وأنفقوا المال ودابا دخلوا الدخول المدرسي وفرحانين، والأسبوع المقبل غادي يكون إن شاء الله تعالى ذكرى المولد النبوي الشريف، كتلقاهم الآن كيمشيو يشريو حويجات للوليدات ديالهم والزوجات كيمشيو يقلبوا على الحلويات باش يوجدوا الفرحة ديال عيد المولد النبوي الشريف، وبعض المحظوظين راه قطعوا مشاو للعمره باش يؤديوا ذكرى المولد النبوي الشريف في البقاع المقدسه في المدينه المنوره، الناس فرحانين رغم غلاء المعيشه، رغم غلاء الاسعار، رغم المشاكل، كيرميوا كل شيء خلف ظهورهم ويتقدمون الى الامام. اخي يوسف اياك ثم اياك ان تبقى سجين في هذه الدائره المغلقه، انت وحدك تستطيع ان تخرج نفسك من الدائره، والمدد اطلبه من الرحمن. فاللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا من كتب عليه على نفسه الرحمه يا رحيما بالعباد، يا رب هذا اخونا يوسف يعاني ما يعاني وإنك ترى مكانه وتسمع كلامه ولا يخفى عليك شيء من أمره، نسألك اللهم يا رب في هذه الليلة أن تجعلها آخر أحزانه وآخر همومه وآخر مشاكله، اللهم انزع من قلبه حد الشيطان، اللهم صرف عنه الأمراض النفسية والأمراض الروحية، احفظه يا ربنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، احفظه يا ربنا من الأحزان والاكتئاب، اللهم املأ
قلبه فرحة وسرورا وبهجة، وارزق القوة والشجاعة حتى يدق الباب على زوجته، حتى يعود إلى أحضان ولديه، وحتى يعود إلى أحضان الأسرة كاملة. اللهم عجل له بالفرج يا رب، شافه وعافه وداوه، وارزقه الرزق الكثير الرزق الوفير، وبارك له فيما أعطيته. اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.